صدر هاشتاج هنختار السيسي تاني صدارة الأكثر تداولا على موقع التدوينات القصيرة تويتر مساء اليوم، حيث سجل 45 ألف تغريدة خلال ساعة واحدة من تداوله. وعبر مستخدمو الهاشتاج عن انحيازهم الكامل للرئيس السيسي، مرجعين ذلك إلى أن الفترة الأولى من الحكم كانت لإنقاذ الدولة وتثبيت أركانها وبنائها، مشيرين إلى أن الفترة الثانية ستكون للنهضة وحصاد الإنجازات. وتبع المغردون بأن مصر خلال السنوات الأربع الماضية استعادت هيبتها وكرامتها ومكانتها في العالم، وأن مصر محتاجة أو تحتاج إلى إخلاصه ونزاهته.